مدينة آه. جبد بلاتي ندخلوا في الحلال ندخلوا في حيوان حنا ولاد المدينة كل كده في ديك الساعة نهضر معاك مزيان الله يحفظك دابا خويا راه تشوف واش عمرك راه كنشوف تشوف حتى كلشي على عين هيا اهلا وسهلا بكم مشاهدين شوف تيفي في هذا البث المباشر من الدار البيضاء كيف ما كتشوفوا معنا الاجواء في المدينه الصباح الناس كيتكتاو كيف الاجواء العاديه نتمنى ان شاء الله يزول علينا هذا الوباء نتمنى من رحمه من رب العالمين كما كتشوفوا معنا مشاهدين شوف تيفي هذا الصباح في مدينه قديمه كنشوفوا الاجواء الناس كيفاش تتغدى وكنشوفوا الباعة اللي هما يعني كتحس بهم عندهم شويه القلق الليل وكيساليو بكري بحال هذه شي الثقافه المغربيه كيتغداو دابا ولا هاد كورونا تبدلات الاجواء تبدل كلشي دونك الله يرفع علينا هذا الوباء خويا صافي دير الاجواء صوت بيبي هادي صوت مرحبا واو قلت لي الاجواء ديال الحوت حتى معنا في المباشر دابا الحمد لله نشوفوا الحوت بلاش نشوفوا الحوت صح حوت مليحة شي يا سيدي يا سيدي خويا الزوين شوف سيدي برين واش تقول لنا انا جاي كيف ما كتشوفوا معنا السمك كيدير السوق اليوم الاستاذ السوق ديما راه فراني عاد شويه عاد سردي طق او سطا واو يا الثمن ديال الحوت مناسب ولا طالع ولا هابط لا الثمن مناسب اما كيشوفوا دابا المواطن اللي نهضر معاه تبارك الله حوالي ب 500 ريال تبارك الله عندنا ب 600 700 درهم شحال دابا هذه 500 تبارك الله كاينه تصغر منها شويه ب 400 تبارك الله وخير البلاد هذا خويا هذا خير البلاد يا ربي يجيبوه يا ربي يبيعوه اللهم امين سيد اخويا المليح المليح وبالنسبه للسردين شحال الثمن ديالو السردين الثمن كنا بعنا بالفرنك دابا 160 160 الحمد لله الثمن مناسب كما كتشوفوا معنا مشاهدين شوف تيفي واخدينو غالي شويه وبيعنا ب 160 وغادريين في البركه هذا تيبيع ميكا تيبيع الميكا عمر غادي مزيان عمي مزيان كلشي بخير بخير انت مرتاح اه الاثمنه عاديه الاثمنه عاديه في المتناول كما كتشوفوا السردين ب 160 هذه الحوته تبارك الله كامله ب 500 ريال دمنا على خدها دمنا على خدها بوري ديال طاجين ياك يا السردين يا السردين الحمد لله الخير البلاد ديالنا فيها الخير الحمد لله 40 ريال شحال انا استاذ معنا العمليه انا نعم السيد كيفاش كنلقيها انا نعم السيد خويا تخليها صحيحه ان شاء الله انا سيميكا استاذ مرحبا يا وستين يا وستين لكم مشاهدين الكرام يا وستين سردين فابور اثمنا في المتناول الحمد لله بلادنا بلاد الخير يعني انتم نقيبوا بوس عندو ما كان شويه غاليه على خير بلاد اخويا انتم يا وستين يا سردين
500 400 اه واش بارك الله الخير 500 400 ريال اللي ما بغاش ياكل الحوت والله مبارك شو صباحية انا اخوي انا الناس هم الناس هم الناس ارخى 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 يا سيدي يا سيدي يلا تسبيك الله يديروا فيديو سيدي اخوي الله يا سيدي ما ندير شي فيديو نسولها انا مع داير كاسكيطه ديالو جيبوا ولاد باب الله والحباب اللي ما عندوش ياكل واللي عنده ياكل جاي اللي ما عندوش ياكل واللي عنده ياكل هادشي باش كيعجبونا حنا المغاربه كنتآزروا مع بعضياتنا يعني في السراء والضراء كيف ما كتشوفوا الاثمنه في المتناول ديال الحوت الحمد لله الخير ديال الله 500 الحمد لله بلادنا بلاد الخير حاولوا تبارك الله يا سيدي الحاج 700 سكين 700 يا سلام يا سلام كتشمي دابا جبيه سكين ديال الحاج 700 قولي يا 400 25 درهم اجي تشوف كومونتيرات اش خايس قال الله يلا كومونتيرات باللايت اش بغيت تقول لنا فهاد عطينا شي كلمه للناس اللي كيشوفوا فيه اللي تيشوفونا هاد الناس هادو اللي بغيت تحضر الحوت زوين مرحبا به في بومراكش عندنا ثمن مناسب ثمن زوين اللي بغى اي حاجه عندك تاكل ما عندكش تاكل حنا عايشين مع الدراوش هما عامل عايشين السلام عليكم ومرحبا بكم شكرا حنا ديال ديما غادي تشوف كومونتيرات اجي تشوف كيطلعوا لك زين يا سيدي يا سيدي دابا يتحدث في شقاله كتشوف دابا على الموبايل